السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غريزان. كملنا الاختبارات مع المتوسط، غادي نبداو مع الابتدائي بإذن الله غدوة عندهم. دونك نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح في هذه الامتحانات ونكملوا بإذن الله. دونك غادي نقراو النص والأسئلة مع بعض ومن بعد نحلوا كذلك مع بعض. دونك اللي تعجبه لا فيديو ما ينساوش لايكي بارطاجي ابوني. نقراو النص مع بعض. لاربر لاربر est un être vivant. Il est notre ami car il nous donne de délicieux fruits et de l'ombre en été. Il nous donne de l'oxygène indispensable à la vie. Grâce à son bois, nous pouvons construire des maisons, fabriquer des meubles et des outils. Il faut protéger les arbres car ils sont très utiles. Très bien. نقراو الاسئله. Choisis la bonne réponse. Le texte parle de la forêt, la montagne ou l'arbre. De que nous donne l'arbre. روح للنص ونحوس. Que nous donne l'arbre. 3. Forme le nom à partir du verbe fabriquer en ajoutant un suffixe. هذا c'est un verbe. قالك forme le nom. 4. L'arbre est notre ami car il nous donne de délicieux fruits. Remplace le mot souligné par une autre conjonction et réécris la phrase. Hedikar, ndir mekan fi mekanha kelima okhra, ou n'aoud n'ktib l'jumla. 5. Mais au pluriel. Cet animal est en danger. Hed jumla n'ktibha au pluriel. 6. Écris les verbes entre parenthèses au futur proche. Les enfants, arroser les plantes. نكتب في الفيتور بروش هاد لو فيرب. نروحو لا برودكسيون اكريت. Notre terre est en danger. Donne 4 ou 5 conseils pour la protéger. Employer il faut et il ne faut pas. وعندنا هاد لا بواط تاع اوتي اللي تساعدك باش تكتب الوضعيه. Les animaux, la forêt, les plantes, les quartiers, les arbres, les déchets, les ordures, la terre. عندنا planter, nettoyer, ramasser, jeter, brûler, arroser, couper et sauver. نكتب جمل سي دي كونساي نصائح لحماية الأرض لا تيغ ونكتب هاد الجمل بإلفو إنفو با. دونك نبداو الحل مع بعض. ألوغ النص أولا يهدر على الشجرة. قالك الشجرة هي كائن حي أن إتر فيفون وهو صديقنا. علاش؟ car il nous donne de délicieux fruits, يعطينا الفواكه ويعطينا الظل في الصيف، يعطينا كذلك الاكسجين اللي هو مهم للحياة. قالك تاني بفضل يعني اللوح تاع الحطب تاع الشجرة نقدروا نديروا نصنعوا دي ميزون وكذلك نديروا دي موبل اتات اي دي زوتي ادوات. قالك لازم نحمي الاشجار لانها مهمة جدا. هذا النص على واش راه يهضر. نروحو نشوفو لا بون ريبونس. غادي نختار الجواب الصحيح. لو تيكست بار دو لا فوري دو لا مونتان دو لارب. اسكو قريت كلمه لا فوري؟ حاجه ما تعرفهاش اول شيء نقرا العنوان لارب. ها هي لا لارب. الا ما لقيتش العنوان يبدا به هنايا لارب ايت ان اتر فيفون. ها هي لا لارب. ما قالش لا فوري، ما قالش لا مونتان. هذه الكلمه الاولى هي اللي تبين لي الموضوع. Donc, c'est l'arbre. Que nous donne l'arbre? Wesh n'ktib? L'arbre, ou le sujet, hadi que hiya mada, ma n'ktibhash. Nous donne, ta'tina, ou nous n'hawis fi le texte. Il nous donne, chkoun hada il? C'est l'arbre. Nous donne quoi? Ou n'ktib? De délicieux fruits et de l'ombre. Il nous donne de l'oxygène indispensable à la vie. نكمل الجملة حتى لا في. يعطينا الفواكه الظل وكذلك يعطينا الأكسجين المهم في الحياة. داكوغ. نروحو. Forme le nom à partir du verbe en ajoutant un suffixe. Les suffixes. عندنا âge. عندنا mot. عندنا sion. عندنا action. ونقول ونعاود لا يوجد قاعدة ثابتة وانت تستعمل دي ولا دي ولا دي ولا دي بالمكتسبات. فابريكي نروح نكتب لا، دائما نكتب أداة التعريف لأني غادي نرجعها اسم، اسم يحتاج إلى أداة التعريف. نكتب فابري. هاد لو كو، دائما الأفعال اللي يكملوا بالكو في الاسم يرجع سي
وندير اسيون لا فابريكاسيون. لو كان عطاني لافي لو لافاج، لو كان عطاني فينير لا فينيسيون، فابريكي لا فابريكاسيون، لو كان عطاني اوتيليزي لوتيليزاسيون. قريتوهم هادو في الفصل هذا. Alors, l'arbre est notre ami car il nous donne de délicieux fruits. كيما انا التلاميذ تاعهم تاوعي ما قريتهمش هذا الدرس لانه المفتش تاعنا كنا ما تقروش، يعني درنا دروس تساعد التلاميذ. وكاين اللي قراو لا فراس كومبلكس، الجمله المركبه. هذه جمله بسيطه فيها سوجي فيرب كومبليمون، هذه ثاني جمله بسيطه ربطناهم ولو جمله مركبه، ربطناهم بكار. هذه كار المعنى تاعها هو لان لاربري نوتر امي، لانه يعطينا الفواكه. دونك قال لك غومبلاس، نبدل هذه كار بكونجونكسيون وحده اخرى، هي باغسكو، لان باغسكو. دونك قال لك وعاود اكتب الجمله، دونك تكتب لارب اي نوتر امي باغسكو عندنا ايل، دونك نقلع الاو هذا وندير ابوستروف ونقول باغسكيل نو دون دو ديليسيو فروي. نقطه، لان كار نفس المعنى هي باغسكو. وهذه غادي تقراوها ان شاء الله، هادو يعطوني السبب لا كوز، غادي تقراوها في السنه الاولى متوسط. وان شاء الله اللي يحب يتبع معنا المتوسط يروح يدخل يابوني من الان قناه ام يقين للمتوسط، ومرحبا بكم. كتب في اليوتيوب ام يقين للمتوسط تخرج لك ابوني معايا. يلا، مي او بلوريال، بلوريال يعني الجمع، داكوغ؟ دونك كي ندير الجمع نبدا. عندي سات، الجمع تاعها سي، هادي سو، سات، سات هادو تاع الإشارة، لا ديمونستراتيف، لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، الجمع تاعهم سي، رانا كتبنا سي. أنيمال هيكمل بالآل، حنا قلنا كل اسم ينتهي بآل، نحذف الآل، وندير أ أو إكس إلا. كلمات اللي هما شاكال كارنفال فيستيفال، هادو ما نديرلهمش ا او اكس، ندير اس. اي هذا اي، تبع معايا مليح، واش هو؟ هو فيرب، سي لو فيرب اتر. شفته، سي لو فيرب اتر او بريزون. نعاود نراجعه في راسي، نقول جو سوي توي ايل او ال اي، سيت انيمال هو اسم مذكر مفرد يعني ايل. اي نو سون، فوزيت سون، ايل سون، وهذا سي زانيمو راه اسم في الجمع، دونك إيل افيك اس، سون، ماشي اي نزيد لها اس، ها هو لا الجمع تاع اي. اون دونجي ما تتبدلش، في خطر كلمة ما تتبدلش. تخي بيان، هذا هو الجمع. حذاري حذاري، الفعل، الفعل يصرف في الجمع، كان يصرف يعني في المفرد مع إيل، هذا السوجي تاعي سيت انيمال، ولا ال، كنرجعه في الجمع يولي مع إيل و ال افيك اس، صح. Écris les verbes entre parenthèses au futur proche. Le futur proche, les qraouah, quel les maqraouah, quel les qraouah le futur, quel les qraouah l'imparfait. Donc, les qraouah le futur proche, ou est-ce que c'est le verbe aller au présent. Alors, on dit le kitab ta'i, tani li chela ou le kitab ta'i. Zaid, le verbe l'infinitif. Yani, les enfants dirham à aller au présent. Aller au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Les enfants, où est il avec s, donc dire vont. Ne me توقفش هذا غير aller. Les mesures de verbe à l'infinitif, les هو arroser. نكتبه كيما راه في l'infinitif. هذا غير c'est le futur proche. Les enfants vont arroser les plantes. يعني futur proche يعني المستقبل القريب. يعني سوف كيما نقولوا يسقون النباتات، دروك غادي يسقوا النباتات، يعني فيتور. تري بيان، الان نروحوا لا برودكسيون اكريت. الوغ لا برودكسيون اكريت قال لك لحمايه الارض واش لازم ندير، استعمل il faut il ne faut pas. دونك pour protéger la terre درتها كعنوان. il faut ramasser les ordures et les déchets، لازم نجمع يعني الاوساخ. il faut les jeter dans des sacs en plastique. شكون جوتي كوا؟ هادي لي شكون؟ هما لي زوردور اي لي ديشي. باش ما نعاودش il faut jeter les ordures et les déchets، باش نتفادى التكرار تاع لي زوردور اي لي ديشي، درت لو برونون كومبليمون لي، هذا نعرفوه قريناه كدرس. il faut les jeter dans des sacs en plastique. il faut planter et arroser les plantes et les arbres.
il faut nettoyer les quartiers. لازم ننظف الشوارع. Il ne faut pas couper les arbres. ما لازمش نقطع الأشجار. Il ne faut pas brûler les forêts. ما لازمش نحرق الغابات. Il faut sauver et protéger les animaux. لازم ننقذ ونحمي الحيوانات. دونك اللي يبغي يكتبها راني درت يعني نطلع لكم اكثر. دير بوز واكتب الوضعيه. داكوغ فوالا. دونك نعاود نقرا. Pour protéger la terre, il faut ramasser les ordures et les déchets. Il faut les jeter dans des sacs poubelles. Il faut planter et arroser les plantes et les arbres. Il faut nettoyer les quartiers. Il ne faut pas couper les arbres. Il ne faut pas brûler les forêts. Il faut sauver et protéger les animaux. دونك وصلنا لافان دو لا فيديو. نقول لكم الله يعطيكم الصحه وان شاء الله نعاود نحط موضوع اخر ونحط الثالثه والرابعه. اليوم نحط زوج 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 وباذن الله غدوه ما غاد حتى نكملوا الاسبوع. الله يعطيكم الصحه تبقاو على